قاعده كمان بامان الله على اساس ما في شيء، ما هن لازم جمعه نريح. الله بتضب الاولاد عنا بالبيت وليه على البنزين بدهم يعملوا اضراب مفتوح. شو اضراب مفتوح؟ ما اضراب مفتوح قمت انا هيك وقبعت بالراكب صوت بدي ادور على محطه فاتحه. هلا عرفت ليش لغوا الماراثون اصلا، قد ما حنعمل سباق على المحطات. محطه هيك مسكر بالشريطه وصلت انا لعنده تيرين 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 فتحه صدر هيك قبعت له الشريطه للزلمه وكونفتي ربحتي ربحتي المرتبه الاولى. طلع هيك الزلمه من جوا معمص، ما هو مسكر. انا وصلت بقول لي شو عندك؟ قلت له بدنا شو عندك؟ بدنا نعبي بنزين. بيقول لي بشو؟ ما انا على الغش متركت السياره بالبيت وجيت راكب. هاي عرفت ايديك يا مشحره يا قالي المصاري معي والسياره مش معي. قمت رحت على البيت رجعت صرت بدي ابرم، رحت جبت السياره وصرت ابرم من محطه لمحطه. حبيت عن جد كثير انه كانوا مسكرين المحطات بطريقه حلوه، شي حاطط شريطه، شي حاطط شجره، شي مسكر بكراسي، واحد ما لقاش شي يسكر فيه سكر بابنه. انا اخر شيء صرت هيك على محطه فاتح بس العجقه من هون لمحطه تاني ما بتلحقش تعبي بتفوت تخلصهم هونيك. وقفت انا هيك بالدار والعالم قلبي وجهه وعم تتسمسم. قال تذكر الحرب الاهليه. انا صراحه هيك على تنفيخ العالم وصوت الموتيرات تذكرت شيء اصعب بكثير. شو تذكرت؟ بس اقعد اعمل ليس قبضني قلبي خافت هيك سشوار يعني يا امي مصعبه. الله يجربنا. وصل دوري فتحت الشباك وكبيت كل عنصريتي لبرا. السلام عليكم يا باشا عامل ايه؟ والنبي عايزين نروح مصر والاهرامات وام الدنيا وزملكاوي ولا اهلاوي وفراخ باللحمه وحشني موت والله. بيقول لي شو عندك؟ قلت له انا فكرتك مصري. قلت باخذ وبعد ما نحن بنحب نتهاضم لانه عرفت ان نحن. قام قال لي ماني انا مش عم بقدر ادفع للموظفين. فللت انه صاحب المحطه هو عم بيعبي بايده. محيط الله كنت معانيت انا هاي الجمعه فتحت كل جروحات العالم علي. قلت له المهم بدي اعبي بنزين. قال لي 98 ولا 95. ايه قلت له لك انا السنه ما بتهمني. انا بيهمني انه يكون الحب نظيف يعني. بس انا حسيته بده يبلفني، ليش بده يعبي لي يعني؟ ما في شيء فوق ال 2000. ايه هو 98 اوكتان او 95. ايه هو قال لي هاي اوكتان واوكتان. بس انا ما بين كثير غشيمه. قلت له خلص اكسر لي اياهم ثلث بثلثان. ما انا طولت كثير عم باخذ وبعطي معه عشان عم ندرس تاريخ النفط في العالم العربي. وراي مين بدك يكون قاعد هيك مقرفي اوضه وعم بزمر؟ هي الختيار تبع الاي تي ام هذيك الجمعه. هو زيته يا زلمه قديش بارد. قلت له لصاحب المحطه روح مشي انا ما فينيش انا ما بقاش اتحمل. راح لعنده قد ما بارد جاي بده يسال عن هاي التعليقه اللي بتطلع ريحه سنوبر بالسياره. العجقه واقف بدك تبع التعليق. شو عم تقلي بطاطا بالسياره يا عم؟ سيسرنا هلا. المهم عبالي وخلص. قلت له ما كنتوا عم تعطوا هدايا، مش عم تعطوا هيك كاسات علب محارم منافذ ماي منفضه؟ انا امي بتنطرهم بالناطره. صار عندنا خمسه بعد واحده بنصير نص دزينه. هو حرام كثير انسان مني انه انا طولت كثير. قال لي ما فيش بقى شيء ببلاش، في هوا تاكلي هوا؟ قلت له خلينا نعير هالدوليب لك. قال لي قربي. قلت له اعمل معرف انت تفوش معي بعد ما عبيه بنزين جاي اصرفهم لحتى لي روح اعير الدواليب. دفشنا وهيك رحنا عبينا الهوايات وهاي كانت قصتي بالمحطة. فيك ترجع تحضر هالحلقة من لهون وبس عبر ابليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.